ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم معنا في كور ديال اليوم اللي هو ديال لي زانستري مود ولا بوليتيك بيجيتير. من بعد ما شفنا الكور ديال بوليتيك بيجيتير وشفنا الكور ديال لي كالكيل ديال لي سول، دابا غادي نشوفوا لي زانستريمون، يعني شنو هما الآليات اللي كتخدم بيهم لا بوليتيك بيجيتير باش توصل لي زوبجيكتيف ديالها. شنو هما هاد لي زوبجيكتيف ديال لا بوليتيك بيجيتير؟ لي زوبجيكتيف ديالها هما هادو، عندنا 4 ديال لي زوبجيكتيف كيفما ديجا كنت مثلتهم ليكم في لاكس بحال هاد الشكل. عندنا قلنا لا كروسونس اللي هي البي اي بي، عندنا لا ستابيليتي دي بري لانفلاسيون، عندنا النيفو دو شوماج، وعندنا ليكيليبر اكستيريور دو لا بالانس كوميرسيال. بالنسبه لا كروسونس هي البي اي بي، خصنا ديما نحاولوا نطلعوها، يعني خصها تكون ايجابيه. بالنسبة للانفلاسيون خصها تكون، خصنا دائما نحاولوا نهبطوها، تحاول ما امكن تكون جوج، ما بين جوج حتى ثلاثة الا كان ديال الانفلاسيون تكون مزيانة. النيفو دو شوماج حتى هو كنحاولوا نهبطوه للماكسيموم، وليكيليبر اكستيريور كنحاولوا نطلعوا الماكسيموم حتى هو، حيت هو واحد الانديكاتور اللي هو ايجابي لا بالانس كوميرسيال. فهاد الربعه ديال لي زاكس الى جمعنا بيناتهم كيعطيونا سو كون لابيل الكاري ماجيك. هذا هو الكاري ماجيك اللي كتحاول تحقق لنا لا بوليتيك بيجيتير، يعني اترافير هادوك لي زانسترومون كنحاولوا نحققوا هاد البي اي بي يكون طالع، والانفلاسيون هابطه هي، والشوماج والبالانس كوميرسيال يكون طالع. كيفاش غادي نحققوا هاد لي زوبجيكتيف؟ عندنا جوج ديال لي زانسترومون، كاينه لا بوليتيك بيجيتير دو رولونس وكاينه لا بوليتيك بيجيتير دو ريغور. البوليتيك بيجيتير دو رولونس اللي كتحاول تحقق لنا لا كروسونس ايكونوميك والبلان امبلوا، يعني كتحاول تطلع لنا البي اي بي وتهبط الشوماج، والبوليتيك بيجيتير دو ريغور كتحاول تنقص لنا من الانفلاسيون وتطلع لنا من لا بالانس كوميرسيال. كيف قلنا غادي نبداو اول حاجه البوليتيك بيجيتير دو رولونس. هاد لا بوليتيك بيجيتير دو رولونس كيف ما قلت لكم لوبجيكتيف ديالها هو لا كروسونس ايكونوميك. كيفاش غادي نديرو اترافير لا بوليتيك بيجيتير؟ نديرو لا كروسونس ايكونوميك. فليتا اللي هي الدوله كتجي كتطلع من لي ديبونس ديالها. شنو كيعني كتطلع من لي ديبونس ديالها؟ يعني كتزيد كتخسر الفلوس كثر في لي زانفستيسمون، يعني في لانفراستركتور، ولا في مثلا تصاوب طرقات، تصاوب ميناءات، تصاوب مطارات، باش الشركات يخدموا مزيان. وكاين عاوتاني لي ديبونس دو فونكسيونمون. كيفاش لي ديبونس دو فونكسيونمون؟ كتخلص كثر لي فونكسيونير ديالها، الخدام، الناس اللي خدامين في الدوله كتخلصهم كثر، وكتاوكترواي الفلوس بزاف، يعني اللي هذوك لي زاندامنيتي اللي كتعطيهم كتزيد فيهم. وهادي المهم لي ديبونس ديالها كتزيد كطلعهم، سواء لي ديبونس د انفستيسمون او لا لي ديبونس دو فونكسيون. اشنو كيوقع بالنسبه للانتربريز فاش الدوله كدير لي زانفستيسمون وكطلع لانفراستركتور؟ فالشركات كيطلعوا لوفر، كيطلعوا لوفر يعني كيزيدوا في البروديكسيون ديالهم. علاش؟ حقاش هادوك الناس اللي زادت ليهم في السالير ديالهم اللي هما لي فونكسيونير غادي يزيدوا حتى الكونسوماسيون ديالهم. علاش؟ حقاش زادوا ليهم الفلوس بزاف، غادي يدومونديو بزاف لي برودوي ديال هادوك الشركات اللي حتى هما زادوا الانتاج ديالهم. وفاش كنقولوا تزاد الانتاج ديال الشركات، فاوتوماتيكمون البي اي بي كيطلع، يعني البرودوي انتيريور بروت كيتزاد، الانتاجيه ديال المغرب كتزاد. هذا فيما يخص لا كروسونس ايكونوميك. غادي ندوز نشوفوا لوبجيكتيف الثاني اللي هو الشوماج. كيفاش غادي دير الدوله باش تنقص الشوماج؟ فالدوله كتنقص البريسيون فيسكال، يعني كتهبط من لي ريسيت فيسكال ديالها. لي ريسيت فيسكال كيف ما شفنا في الكور ديال لا بوليتيك بيجيتير، فيهم ليير، فيهم لياس، وفيهم تي في. فاش كنقولوا ليير يعني راه كتنقص في لامبو سيغ لو ريفوني على لي فونكسيونير. فاش كنقولوا لياس راه لامبو سيغ لي سوسيتي، يعني الضريبه اللي كيخلصوها الشركات. وفاش كنقولوا تي في راه هي هذيك الضريبه اللي كيخلصوها الناس اللي كيشريو المنتوجات. المستهلك الاخير فاش كيشري شي برودوي راه كيكون ديجا كيخلص فيه واحد تي في. فاش كتنقص هاد الضرائب هادو كاملين كينقصوا، فالبري ديال المنتوجات كينقص، بالتالي فاش كتنقص البري كتزاد لا كونسوماسيون. فاش كتزاد لا كونسوماسيون كيتزاد لوفر. فاش كيتزاد لوفر ديال لوفر ديال لي مارشانديز، يعني الشركات كيبرودويو كثر، كتزاد البرودكسيون. الشركات باش يبرودويو كثر فخصهم يديروا الريكروتمون، خصهم ضروري خدامه اللي غادي يبرودويو ليهم هادوك لي مارشانديز. وبالتالي في هذه الحاله فاش كيخصوها اليد العامله، فكتروكريتي بنادم، كتدخل بنادم يخدم باش تبرودوي هذوك لي مارشانديز، باش تساتيسفي هذاك لوفر اللي كاين في المارشي. وهكا غادي نكونوا قدينا على الشوماج.
نديرو واحد المراجعة. قلنا لا بوليتيك بيجيتير دو رولانس عندها جوج ديال لي زوبجيكتيف. لوبجيكتيف الاول هو لا كروسونس ايكونوميك، والوبجيكتيف الثاني هو الشوماج، يعني تنقص من الشوماج. باش تحقق لوبجيكتيف الاول ديال الكروسونس ايكونوميك، قلنا لي طاك تطلع لي ديبونس ديالها، يعني لي ديبونس دانفستيسمون و لي ديبونس دو فونكسيونمون. بالنسبه لي ديبونس دانفستيسمون فهي كتحاول دير لي زانفستيسمون في لافراستركتور ديالها، وبالنسبه للفونكسيونمون كتزيد لي سالير ديال الفونكسيونير ديالها. مثلا انا غير مثال، فاش كيتزادوا لي سالير ديال لي فونكسيونير كتزاد لا كونسوماسيون ديالهم، يعني كيتزاد الدوموند في المارشي. باش لي زونتربريز يساتيسفيو هذاك الدوموند في المارشي ديال لي بيان، اش خصهم يديروا؟ خصهم يديروا البروديكسيون، يعني كاين الدوموند وكاين لي زونتربريز اللي غاديين يديروا البروديكسيون، غادي تزاد البروديكسيون اكثر، وهذا الشيء كيزيد في البي اي بي ديالنا. فاش كيتزاد البي اي بي فهنا كنقولوا راه تزادت لا كروسونس ايكونوميك. بالنسبه للشوماج، فاش كنقولوا كيفاش غادي نقضيو على الشوماج في الدوله، فاش كتنقص لي غوسيت فيسكال ديالها، فاش كتنقص من البريسيون فيسكال ما كتبقاش اوكتروايي الضرائب بزاف. قلنا الانواع ديال الضرائب اللي شفناهم هما ليير لياس و تي في. فاش كتنقص ليير يعني راه كتنقص الضريبه اللي كياخذوها لي فونكسيونير لامبو سيغ لو غوفوني. فاش كتنقص لياس اللي هي لامبو سيغ لي سوسيتي، الشركات كيوليو يخلصوا ضرائب اقل، وكتنقص تي في. تي في هو الضريبه اللي قلنا كيخلص هذاك المستهلك الاخير فاش كيشري شي بيان من المارشي. قلنا فاش كينقصوا هاد الضرائب بثلاثه اللي هما ليير ولياس والتي في، البري ديال لي بيان كيهبط. علاش؟ حقاش التي في نقصات. التي في راه كتكون كتزاد على البري باش كيطلع في المنتوجات. لياس حتى هو كيهبط، يعني الشركات ما كيبقاوش يخلصوا ضرائب اكثر، بالتالي كينقصوا من الثمن ديالهم. فاش كينقص الثمن ديال لي مارشانديز لا كونسوماسيون كتزاد اوتوماتيكمون، يعني فاش كتكون شي حاجه رخيصه فبنادم كيكونسوميها بزاف، وبالتالي لوفر كيطلع. باش يطلع هاد لوفر هذا ديال لي مارشانديز، الشركات خصهم يزيدوا يبرودويو دي بيان اكثر. فاش كيبرودويو دي بيان اكثر، خصهم ضروري اليد العامله اللي غادي تبرودوي هذيك المارشانديز باش يساتيسفيو المارشي. منين غادي يجيبوا اليد العامله؟ يعني خصهم يخدموا ناس جداد. فاش كيخدموا ناس جداد ففي هذه الحاله حنايا كنقدم على الشوماج. هادو هما لي زوبجيكتيف بجوج ديال لا بوليتيك بيجيتير دو رولونس. غادي ندوزو دابا نشوفو لا بوليتيك بيجيتير دو ريغور. لا بوليتيك بيجيتير دو ريغور كيف ما قلتلكم شنو هو لوبجيكتيف ديالها؟ هو تحيد لينا لافلاسيون وتنقص من ديفيسيت بيجيتير، يعني الميتريك ديال لافلاسيون وتنقص من ديفيسيت بيجيتير. غادي نشوفو لوبجيكتيف ديالها اللي هو الميتريز ديال لافلاسيون، كيفاش غادي نديرو حتى الميتريز ديال لافلاسيون. الدولة باش تميتريزي لافلاسيون كتنقص من لي ديبونس ديالها، لي ديبونس اللي شفناهم من قبل اللي هما ديبونس دانفستيسمون او ديبونس دو فونكسيونمون. فاش كتنقص من ديبونس دانفستيسمون يعني كيكون موا دانفستيسمون، وقل كتنقص حتى من السالير ديال لي فونكسيونمون. فاش كنقولوا لي دانفستيسمون كينقصوا فكتكون موا دو برودكسيون، يعني ما كاينينش ميناءات بزاف، ما كاينينش مطارات بزاف، ما كاينينش لانفستيسمون بزاف. الشركات كينقصوا من البرودكسيون ديالهم. علاش؟ حقاش حتى لي فونكسيونير والناس اللي غادي يشريو من عندها هذوك لي برودوي السالير ديالهم نقص، بالتالي لا كونسوماسيون ديالهم كتنقص. الشركات كيتبعوا لا كونسوماسيون ديال لو دوموندور، يعني ديال داك السيد اللي غادي يكونسومي هذاك البيان ما كاينينش، بالتالي البرودكسيون ديالهم غادي تنقص. فاش غادي نقولوا موان دو برودكسيون يعني كاينه موان دو كونسوماسيون. فاش كتكون الكونسوماسيون ناقصه يعني البري كيهبط. فاش كيهبط البخي في هذه الحاله راه حنا ميتريزينا الانفلاسيون. في الحاله الاولى فاش الاثمنه كيطلعوا يعني كيكون الدوموند عليهم بزاف، فهنا كيكون واحد الريسك ديال الانفلاسيون بار دوموند. في هذه الحاله حنا قلينا على الانفلاسيون. علاش؟ حقاش الثمن ديال لي بيان كيهبط، حقاش كاينه موان دو كونسوماسيون. غادي ندوزو نشوفو لوبجيكتيف الثاني اللي هو الميتريز ديال ديفيسيت بيجيتير. يعني الميتريز ديال ديفيسيت بيجيتير معني لي غوسيت خصهم يطلعو و لي ديبونس كيهبطو. لي ديبونس شفناهم فاش هبطو باش ميتريزينا لانفلاسيون. دابا غادي نشوفو لي غوسيت فاش كيطلعو. كيفاش كطلع لي غوسيت؟ الدولة كتزيد في الياس و كتزيد في الليار و كتزيد في التي في. يعني الياس لامبو سيغ لي سوسيتي كيتزاد، لامبو سيغ لو غوفوني بالنسبة لي فونكسيونير كيتزاد، و التي في كتزاد. فهاد الحالة فاش كيتزادو جميع هاد الضرائب هادو، فاللي خصات فيسكال ديال الدولة كيتزادو، يعني ما كيبقاش الدولة عندها عجز في الميزانية، ما كيبقاش عندها واحد ديفيسيت بيجيتير.
ديفيسيت بيجيتير ديجا حنا في الكور ديال البوليتيك بيجيتير هو فاش كيكونوا لي ديبونس كبار من لي غوسيت. في هذه الحاله باش نحيدوا حنا هذا المشكل غادي يولي عندنا لي غوسيت كبار من لي ديبونس، يعني الفلوس كندخلوهم اكثر من ما كنصرفو. شفنا في الفلوس فين كنصرفوهم باش كنقصوا الانفلاسيون يعني نقصناهم، دابا غادي نشوفوا الفلوس كندخلو كثار يعني طلعنا من لي اس ولي ار ومن تي في. في هذه الحاله العجز في الميزانيه ديال الدوله مبقاش، وبالتالي كيمكن للدوله انها تخلص الديون ديالها الديون اللي عليها، وانها تعاود دير تعاود دير دي زانفستيسمون، تعاود دير لا بوليتيك بيجيتير دو غونونس باش تعاود تطور ليكونومي وتزاد ليكونومي ديالها. هكا غادي نكونو شفنا لي زانسترومون ديال لا بوليتيك بيجيتير، حقاش الدوله في لا بوليتيك بيجيتير كتخدم غير بالبيدجي ديالها باش توصل لي كاتر اوبجيكتيف اللي كاينين في الكاري ماجيك. هاد لي زوبجيكتيف اللي كنا شفناهم دابا اللي هما الميتريز دافلاسيون ديفيسيت بيجيتير والشوماج ولا كرواسونس ايكونوميك. عطيوني رايكم كيف جاكم هذا الفيديو، ما تنساوش الا كنتو اول مره شفتوا هذا الفيديو هادو ما تنساوش ديروا ابوني جيم وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم. نشوفكم في فيديو ماجي ان شاء الله. السلام عليكم.